بسرعه يا عم اسالها. اقسم بالله ما اعرف انا والله. وزير التعليم العالي ايه؟ لا قولي تاني. اسم وزير التعليم العالي. لا يا ابدا. اسم وزير التعليم العالي. احنا نعرف رئيس الجامعه بالعافيه. رئيس الجامعه اسمه ايه؟ حسام. صح؟ وزير التعليم العالي. لا ما عدتش علينا قبل. اصلا الوزاره كل يوم بتتغير، فاحنا هنجمع. احنا اخر واحد اصلا نعرفه من رئيس الوزراء كان احمد نظير. من بعد الثوره ما نعرفش حد. اسم وزير التعليم العالي ايه؟ بالشابوه. لا ما اعرفش. وزير التعليم العالي اسمه ايه؟ طب ممكن تديني اختيارات؟ مش عارف. ممكن تديني اختيارات؟ اسم وزير التعليم العالي ايه؟ مش من هنا. متزوج وانت مش من هنا. يا بنات اسم وزير التعليم العالي ايه؟ سهلة. هاني هلال. هاني هلال؟ هاني هلال تقريبا. احمد كامل البطاوي. هاني هلال. صح بتكسب 100 جنيه. اسم وزير التعليم العالي يا بنات ايه؟ بس ما بيكتبوش على الكتب. واحنا في التربيه والتعليم كانوا بيكتبوا اسم على الكتب، انما احنا خلصنا بقى من الاسم. ما بقاش يكتبوا اسم. اسم وزير التعليم العالي. ما اعرفوش. اعرفوش. بتسالني ليه؟ ايه؟ I think ان في ناس كتير قوي جت في الاخر مرحله في اللي هو لا فما فيش اهتمام عشان كده؟ لا no. ما فيش اهتمام ان انتوا تعرفوا اسم الوزير اللي انتوا تحت قيادته ايه؟ يعني ما وزير التعليم العالي هو اللي مسؤول عن الكليات والجامعات. لا بس اللي بقى واحده بس التعليم العالي. وزير التعليم العالي اسمه ايه؟ عمرو ايه؟ اسئله سهله شويه يا حبيبي. ايه الصح والغلط طيب؟ وزير التعليم العالي اسمه ايه؟ كان هاني هلال. كان هاني هلال. وزير التعليم العالي. وزير التعليم العالي. وزير التعليم العالي اسمه ايه؟ ده سؤال. عمل سنة ليه في الجامعة؟ وزير التعليم العالي. طب وزير التعليم العالي اسمه ايه؟ أنا مش هجاوب عشان ده سؤال تافه أساسا. وزير التعليم العالي اسمه ايه؟ وزير التعليم العالي اسمه ايه؟ غيره كل يوم يعني. وزير التعليم العالي؟ النشار او النجار. يا النشار يا النجار. مش مشكلة ولا أي حاجة. لا مصطفى مسعد يا مصطفى مسعد. اسمه ايه؟ دي المسابقة دي؟ الناس قايمة على